مساء الخير على حضراتكم أعزائي مشاهدي ومتابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24 في كل مكان. معكم من داخل محافظة المنيا أحمد رافت مراسل موقع القاهرة 24. زي ما احنا شايفين احنا متواجدين الآن أمام معرض أهل رمضان بمدينة ملو جنوب محافظة المنيا، والذي شهد مساء أمس طبعا الحركة الهائلة الذي نشب فيه طبعا نتيجة ماس كهربائي. زي ما احنا شايفين وبنرصد لحضراتكم ده من داخل المعرض، وده شكل المعرض بعد الحريق وأثار الحريق طبعا، وطبعا جميع الموجودين أصحاب السلع الغذائية داخل هذا المعرض يستغيثون بمحافظ المنيا والتموين والغرفة التجارية، لأن خسائر هذا المعرض وصل إلى طبعا 680 ألف جنيه خسائر زي ما احنا شايفين وبنرصدها لحضراتكم من خلال موقعنا موقع القاهرة 24. واحنا نتجول داخل المعرض طبعا بنوضح لحضراتكم الخسائر وطبعا نتيجة هذا الحريق الهائل الذي نشب مساء أمس طبعا أو في الساعات الأولى من صباح اليوم. زي ما احنا شايفين دي الخسائر للمنتجات الغذائية التي طبعا كانت متواجدة داخل المعرض. احنا شايفين خسائر كثيرة وخسائر كبيرة بنرصدها لحضراتكم من خلال موقعنا موقع القاهرة 24، ونسمع طبعا للناس اللي بيستغيثوا طبعا طبعا زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين اعزائي مشاهدي ومتابعي كايرو لايف الخسائر زي ما احنا شايفين. انت احدى طبعا البائعين اللي كانوا موجودين هنا واصحاب السلع الموجوده داخل المعرض صح؟ تمام يا فندم. احكي لنا بقى على الموضوع من البدايه، عرفت ازاي والخسائر اللي موجوده داخل المعرض؟ فاللي جيت اللي شغالين معايا بيرنوا عليا والناس اللي في الشارع هنا بترن عليا الحق المعرض ولع. طبعا جيت بسرعه على المعرض، لقيت المعرض حته فحم والبضاعه زي ما حضرتك شايف كده مفيش بضاعه اساسا، وكلها البضاعه اللي ما حرقتهاش النار حرقتها الميه. والخسائر في المعرض، المعرض كله 680 الف من ضمنهم انا تاجر من التجار، عندي في حدود 180 الف جنيه خسائر. وحضرتك احنا مساهمين نويتي في المعرض، والتموين هو اللي جايبني نويتي نقف في المعرض عشان نبيع ونوفر سلع للمواطن باسعار مخفضه. ولفرش المعرض والغرفه التجاريه، وجي افتتح المعرض السيد المحافظ والسيد وكيل وزاره التموين الدكتور محمود يوسف، جه افتتح المعرض يوم 10/1، ومن يوم 10/1 لغايه النهارده واحنا واقفين بكل تعبنا وجهدنا واقفين لكي نساعد الدوله على ان تعيش حياه كريمه في ظل قياده حكيمه. ايه اللي انتوا بتطلبوه يعني؟ احنا بنطالب ببعض التعويضات، بنطالب بالتعويضات لخسائر البضاعه دي، بنطالب بتعويضات من السيد المحافظ والسيد وكيل وزاره التموين بالمنيا، ونطالب الغرفه التجاريه بالتعويضات اللازمه. يعني انت دلوقتي بتناشد اللي هو اسامه القاضي محافظ المنيا والدكتور محمود يوسف مدير تموين المنيا بصرف تعويضات بديله للخسائر التي تعرضتوا ليها بسبب الحريق الذي نشب داخل معرض اهل رمضان في مدينه ملو، صح كده؟ اه تمام كده يا فندم. احنا عايزين السيد المحافظ يتدخل باقصى سرعه، والسيد وكيل وزاره التموين والسيد مدير الغرفه التجاريه بالمنيا لايجاد حل سريع، وعشان اتواصلوا معايا مدير مكتب تموين ملو. ملو اتواصلوا معاكم صح؟ اه. طب الكلام يعني كان يعني هم في تعويضات هيقدموها ليكم، ولا ايه البدائل للمنتجات بتاعتكم او السلع الغذائيه اللي طبعا كلتها الحريق؟ لحد الان ما فيش غير على لسان السيد مدير مكتب تموين بندر ملوي، قال ان السيد الدكتور محمود يوسف وعد ان الغرفه التجاريه تتدخل وتدينا تعويضات، ولحد الان ما حدش سال فينا في الغرفه التجاريه نهائي ولا شفنا اي حد من الغرفه التجاريه. يعني ما حدش تواصل معاكم بعد الكلام اللي اتقال لكم النهارده؟ لا طبعا يا فندم.
زي ما احنا شايفين اعزائي مشاهدي ومتابعي كايرو لايف قناه القاهره 24 في كل مكان، دي نتيجه الخسائر الكبيره التي تعرض لها المعرض. وزي ما احنا شفنا وسمعنا لاحد طبعا اصحاب المنتجات الغذائيه داخل هذا المعرض، وطبعا الخسائر اللي تعرضوا ليها، وهم كل اللي بيطلبوه ان هم تعويضات لهذه المنتجات اللي خسروها داخل هذا المعرض نتيجة الحريق الهائل الذي نشب مساء أمس، رصدناه لحضراتكم من خلال موقعنا موقع القاهرة 24، وكنا معاكم حصريا امبارح من خلال الصور اللي عرضناها لحضراتكم. ودي نتيجة الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المعرض، وزي ما احنا شفنا وسمعنا لأحد طبعا أصحاب المنتجات الغذائية داخل هذا المعرض، وطبعا الخسائر اللي تعرضوا ليها، وهم كل اللي بيطلبوه ان هم تعويضات لهذه المنتجات اللي خسروها داخل هذا المعرض نتيجة الحريق الهائل الذي نشب مساء أمس، رصدناه لحضراتكم من خلال موقعنا موقع القاهرة 24، وكنا معاكم حصريا امبارح من خلال الصور اللي عرضناها لحضراتكم والأخبار اللي غطيناها من داخل المعرض. زي ما احنا شايفين دي السلع الغذائية التي راحت في الحريق الذي نشب في طبعا أمس في هذا المعرض، معرض أهل رمضان بمدينة ملاو جنوب محافظة المنيا. وبكده نكون وصلنا مع حضراتكم لختام لقاءنا النهارده من داخل محافظة المنيا، بالتحديد من مدينة ملاو داخل المعرض، وسمعنا لشكاوي طبعا أصحاب هذه المنتجات الغذائية التي طبعا تضرروا من طبعا هذا الحريق اللي شاهدناه ورصدناه لحضراتكم من خلال موقعنا موقع القاهرة 24. شكرا لحضراتكم على المتابعة، كان معكم من داخل محافظة المنيا أحمد رافت مراسل موقع القاهرة 24، شكرا لحضراتكم على المتابعة.